في عالم المشاهير، لا سيما عالم الساحرة المستديرة، اعتدنا على كتابة السيرة الذاتية للاعبين العظماء عقب انتهاء مسيرتهم أو على الأقل في أواخر سنواتهم. ولكن مع لاعب بات أصغر ثاني هداف في كأس العالم بعد الأسطورة البرازيلية بيليه، لاعب كان أفضل لاعب في المونديال وحمل الكأس الأغلى وهو لم يتجاوز 20 عاماً، فإننا بصدد الحديث عن لاعب ربما يصبح من أساطير اللعبة على مر التاريخ، بل حتى أنه بفضل موهبته الاستثنائية وعمره الصغير قادراً على الوصول لما هو أبعد من ذلك. إنه دوناتلو، كرة القدم النفاثة الفرنسي من أصل كاميروني، كيليان مبابي. ولد كيليان مبابي في 20 ديسمبر 1998 في ضاحية بوندي شمال العاصمة الفرنسية لأسرة من أصول كاميرونية جزائرية. والده كان مدرب كرة قدم سابق قبل أن يصبح وكيل أعماله. أما والدته جزائرية الأصل وتدعى فايز العماري كانت لاعبة كرة يد. كيليان بحكم نشأته في بيئة رياضية كروية بحتة زرعت بداخله عشق الساحرة المستديرة، وبفضل الموهبة الاستثنائية التي من الله عليه بها بدأ يخطف الأنظار إليه. كانت بداية الطفل الموهوب في نادي بوندي تحت قيادة والده كمدرب للفريق. الطفل ذو الأعين الخفية والمراوغات الساحرة والسرعة الفائقة كان سابقاً لأبناء جيله بحق، لذا كان يفضل اللعب في الفئات العمرية الأكبر منه. أنذاك شهد له المدربون بأنه كان الأفضل بين جيله وحتى أجيال أكبر منه، ولهذا أطلق عليه لقب ذا بيست. بهذا التألق استدعته أكاديمية كليرفونتين المعروفة، وقدم معهم أداء مبهر وخطف أنظار عمالقة أوروبا مثل الريال والسيتي وبايرن ميونخ وتشيلسي. فذهب وهو في عمر 11 فقط، وقضى فترة تعايش مع فريق ريال مدريد تحت 12 عاما، وبعدها بعامين انضم لفريق الشباب لنادي تشيلسي الإنجليزي قبل أن يستقر قراره النهائي على العودة لفرنسا من خلال بوابة موناكو، لتبدأ بعدها رحلة أصغر هداف في كأس العالم. اللاعب الذي لم يتجاوز 16 من العمر شارك مع فريقه في أول مباراة له في عام 2015 ليصبح أصغر لاعب يشارك مع الفريق عبر تاريخه ويحطم رقم الأسطورة تيري هنري. وفي فبراير من عام 2016 تمكن من هز الشباك للمرة الأولى وهو في 17 ليكسر رقم هنري مجدداً كأصغر هداف للفريق. وبهذا التألق وقع عقده الاحترافي الأول في مارس من نفس العام، وفي موسم 2016-2017 انفجرت موهبته الظاهرة كما لقبه الكثيرون، فسجل أول هاتريك له في كأس فرنسا، وبات أصغر لاعب يسجل هاتريك في الدوري الفرنسي وهو في 18 من العمر، كما سجل أولى أهدافه الأوروبية ليحطم رقم الفرنسي كريم بنزيما كأصغر هداف في دوري أبطال أوروبا، وكان هدفاً غالياً في شباك واحد من كبار إنجلترا وهو مانشستر سيتي. وفي مباراة العودة ضد السيتي كرر إنجازه وسجل هدفاً ساعد به الفريق في التأهل على حساب السيتي لدور 8 أرقام لا يسعنا الوقت لذكرها، حققها مبابي في موسم واحد مع موناكو، ختمها بتسجيله 26 هدف على مستوى كافة البطولات في 44 مباراة، وساعد موناكو في تحقيق لقب الدوري الفرنسي بعد غياب طويل بجانب فوزه ببطولة الأمم الأوروبية مع المنتخب الفرنسي تحت 19 عام، ليفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الفرنسي عن هذا الموسم. جوهرة فرنسية باتت مطمعا لكل عمالقة الكرة في العالم، ولذا لم يصبر نادي باريس سان جيرمان وخطف مبابي في موسم 2017-2018 بعقد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع بند تفعيل الشراء في الموسم التالي بمبلغ 145 مليون يورو، بالإضافة ل 35 مليون متغيرات ليصبح ثاني أغلى لاعب في العالم بعد البرازيلي نيمار. أنهى موسمه بتحقيق لقبي الدوري والكأس رفقة LBSG بتسجيله 21 هدف في كافة البطولات، مكنته من الفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد مجدداً، كما حل سابعاً بسباق الكرة الذهبية وثامناً كأفضل لاعب في أوروبا.
برغم كل تلك الإنجازات، إلا أن موسم 2018-2019 يعد الأبرز في مسيرة دوناتلو كرة القدم، فكان على موعد مع التاريخ، حيث تم ضمه للمرة الأولى رفقة المنتخب الفرنسي للمشاركة في مونديال روسيا 2018، البطولة التي كان الشاب ذو 19 واحداً من أفضل لاعبيها. لا شك في البداية كانت بتسجيله هدف الفوز على بيرو ليصبح أصغر هداف فرنسي في كأس العالم، ثم هدفين أمام الأرجنتين، واستمر في تألقه بأن سجل 4 أهداف أخرى، آخرهم هدفه في شباك المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية للبطولة، ليحمل أغلى كأس في عالم الساحرة المستديرة، وهو في ذلك العمر الصغير ليصبح ثاني أفضل هداف وأفضل لاعب شاب في البطولة، وهو ما جعل الأسطورة بيليه يهنئه على مواقع التواصل الاجتماعي مغرداً أهلاً بك في نادي العظماء. أما على الصعيد المحلي فلم يخفض ضوء مبابي مطلقاً، فاستطاع إنهاء الموسم برصيد 33 هدف في الدوري، جعلته هداف الدوري الفرنسي بالإضافة لهدفين في الكأس و5 أهداف في دوري الأبطال، وبهذا تمكن من الفوز بجائزة أفضل لاعب في العام وأفضل لاعب فرنسي. وبتلك الإنجازات التي لا تعد، بات الشاب كيليان مبابي مرعباً للحراس والخصوم، ففي موسم 2019-2020 نجح في تحقيق لقب هداف الدوري مجدداً بإحراز 18 هدف، وساعد باريس سان جيرمان للظفر بلقبي الدوري والكأس، بالإضافة للإنجاز الأكبر وهو الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مسجلاً 5 أهداف، إلا أنه خسر المباراة لصالح منافسه بايرن ميونخ ليحل وصيف مع فريق العاصمة الفرنسية. وأخيراً وفي موسمه الرابع مع ملوك فرنسا، استطاع وقبل نهاية الموسم أن يصل لهدفه 109 ليصبح ثالث أكبر هداف للفريق الباريسي على مر تاريخه. بالرغم من التألق اللافت الذي يعيشه النجم الشاب في الوقت الحالي، إلا أن بدايته لم تكن بسهلة، فقد صرح لمجلة التايم أنه لم يحظى بفترة مراهقة كالتي عاشها زملاؤه من عمره، فقد كرس كل وقته لتطوير مهارته بكرة القدم، إلا أن المكانة التي وصل لها اليوم يراها مكافأة تستحق تلك التضحية، فاليوم بات من أكثر المتنبئ لهم بمستقبل ليس جيد وحسب، بل أسطوري في عالم الجلد المدور، لما استطاع تحقيقه في ذلك السن الصغير، وهو ما جعل كبرى الشركات تتهافت على توقيع عقود رعاية معه، على رأسهم شركة نايكي، كما حل غلاف لعبة فيفا 2021، وهو ما أضاف إلى ثروته التي حققها من كرة القدم ليصبح إجماليها 82 مليون دولار، والتي اشتهر بإنفاق الكثير منها في الأعمال الخيرية، مثل تبرعه لمهمة البحث عن اللاعب المفقود إيميليانو سالا في 2019 بمبلغ 34 ألف دولار وغيرها من الأعمال الخيرية. وأخيراً على الصعيد الشخصي، فما عرف عن مبابي أنه مهتم للغاية بتطوير مسيرته في كرة القدم، ولا يخصص إلا القليل جداً من وقته للترفيه والاستمتاع، وبالتالي فالعلاقات العاطفية شبه معدومة للاعب الشاب، باستثناء بعض الأخبار التي انتشرت مؤخراً والتي تشير إلى احتمالية ارتباطه بعارضة الأزياء إليسيا إليس، وأنهما قد يعلنا زواجهما في أي وقت، إلا أن الأمر لا يزال مجرد احتمال. بهذا نكون قد تناولنا جزءا من سيرة لواحد من أفضل لاعبي العصر الحالي، ولربما يصبح أفضلهم على الإطلاق يوما ما، خصوصا مع اقتراب انتهاء عصر الأسطورتين ميسي ورونالدو، فها نحن مترقبون لمستقبل الأسطورة مبابي.